في عندي حاجة مهمة يا جماعة عايز اتكلم فيها. الكابتن مجدي عبد الغني كان ليه تصريح استوقفني كثيرا. مجدي عبد الغني شوبير عايز يبين للناس اني ضد الاهلي، ويبدو ان هناك حرب جديدة ستظهر ما بين الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن احمد شوبير. في الحقيقة الكابتن احمد شوبير ما ردش على الكابتن مجدي عبد الغني، والاتنين اصحابي، ولكن انا بنقل اللي قاله الكابتن مجدي عبد الغني، والاتنين لهم مني كل الاحترام والتقدير. بس الكابتن مجدي عبد الغني بيرى ان الكابتن احمد شوبير بيأجج مشاعر جماهير الاهلي، وعايز يبين للجماهير وللناس ان مجدي عبد الغني بيكره الاهلي او ضد النادي الاهلي. فهو الكابتن مجدي عبد الغني شايف ان ده لا، وان الكابتن شوبير غلط انه يعمل ده، وانه يفهم الجمهور او الناس ان مجدي عبد الغني ضد الاهلي، وان هو بيعمل شغله في البرنامج، وفي النهايه هو ابن من ابناء النادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي. ما ينفع كده تشكك في ذمته ولا تقول له ما تعملش شغلك. والراجل بيقول اللي بشوفه صح بقوله، واللي غلط بنتقده بادب. وكلاهما اصدقاء اعزاء بالنسبه لي، ولهم مني كل التحيه والتقدير، ولكن دي وجهه نظر الكابتن مجدي عبد الغني. اتمنى اني برضي الكابتن شوبير، اذا كان اي كلام من هذا النوع فهو بيضر بالكابتن مجدي عبد الغني بلاش منه. واتمنى برضي من الكابتن مجدي عبد الغني، شوبير حبيبه وصاحبه، ده اللي اعرفه، ومكالمه تليفونيه تحل الامور. يعني بدل ما السوشيال ميديا والناس تصطاد في الماء العكر. يعني في النهايه هما الاثنين رمزين في الاعلام ورمزين من رموز النادي الاهلي. يختلف في التناول، كل واحد يتناول برؤيته ويعمل اللي هو عايزه، وده يحترم جدا 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 جدا، ولكن يعني لا تقليل من قيمة أحد، ولا نسلط الجمهور على حد، ولا الكلام ده كله. عندي برضه خبر مهم، زياد العلوي نجم الاتحاد المينستيري اتكلم لوسائل الإعلام. زياد العلوي ده نجم فريق الاتحاد المينستيري يا جماعة، زياد العلوي اهو صورته اهي، زياد العلوي ده نجم فريق نادي الاتحاد المنستيري، زياد العلوي. بيسألوه عن علي معلول والنادي الاهلي، قال لك الاهلي نادي عريق وكبير في افريقيا، ومن اصعب الفرق خاصة لما يكون بيلعب في ارضه في القاهرة. قال لك احنا عندنا حلم وبنستعد بقوة لمواجهة الاهلي، وبإذن الله هنقدر نعمل حاجة لأسامينا والتاريخ النادي. الأهلي والزمالك من أكبر الأندية على الساحة الإفريقية، وأي لاعب يتمنى يلعب للأهلي وللزمالك. قال ولكن في حاجة مزودة شعبية الأهلي في تونس، علي معلول. كل الجماهير التونسية تحب وتعشق علي معلول، لأنه شرف للكرة التونسية في الدوري المصري. وقال أنا من المتابعين جدا لعلي معلول، وهو لاعب قوي ولاعب محترم، وشعبيته جارفة في تونس، وسبب هذه الشعبية حب الناس ليه، وكمان مزود شعبية الأهلي جامد عندنا في تونس، مزود شعبية الأهلي جامد في تونس. صديقي هيثم، صديقي المحترم هيثم، بعت لي كام رسالة كده عايز اقراهم. قال بيتكلم على نجم مانشستر سيتي هالاند، الكارثة هالاند. بيقول لك هالاند عنده 14 هدف يا كابتن، وعنده 3 اسيست، وساهم في 17 هدف في 8 ماتشات. أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل 3 هاتريك في 3 مباريات متتالية. ده كارثة يا جماعة. هالاند ده كارثة. هالاند مش قاطرة بشرية متحركة. ده كارثة بشرية متحركة. بتفق معاك يا هيثم جدا. إنه لاعب من طراز فريد،
وحدوته جامده. بص بس التيكوف اللي عامله ده، يعني عايز يجيب جوان. يطولوا له العارضه شويه يا جماعه، حد يطول الارض لهالاند شويه يا جماعه. ايه يا جماعه، شايف يا هيثم؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين عمليه ده؟ عايز مش عاجبه الارتفاع بتاع المرمى، بيقول لك حتى لو المرمى اعلى من كده انا قدها وقدود. يا لهوي يا جماعه، انت بياكل لحوم بشر، ده بياكل لحوم مدافعين، ده بياكل لحوم مدافعين. يعني يفطر له بحارس مرمى، يتغدى باتنين ليبرو، يتعشى باتنين ديفندرات كده يعني. اه والله تخيل، بص ارقامه 14 هدف، 3 اسيست، عمل ساهم في 17 هدف في 8 ماتشات. اول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل 3 هاتريك في 3 مباريات متتاليه، انه المرعب هالاند. اه والله العظيم لك حق يا هيثم. برضي في حد بعت لي رساله بيقول لي يا باشا قول لي بتوع الاسماعيلي اللي قاعدين يقولوا الاهلي ما بيجيش ليه اسماعيليه. طب هو الاسماعيلي ما بيجيش ليه يلعب في القاهره في ملعب الاهلي اللي هو استاد السلام، رغم ان الاهلي قادر يجيب الموافقات الامنيه، انما الاسماعيلي اللي مش قادر يجيب التصريحات. وفي نفس الوقت يا صديقي التقارير الامنيه بتقول لعب الاسماعيلي في القاهره خطر ولعب الاهلي في الاسماعيليه خطر، والمسؤولين في الاسماعيلي عارفين كده، بس الناس بتستعبط. بس ادي كل الموضوع، وناس ما عندهاش ضمير. وبعد كده برضه عجبني جدا رساله حضرتك للكومي ومجلس الاداره، روح هات التصاريح الامنيه وبعد كده وبتكلم. بس في كلب بيهوهو على الفيسبوك يا جماعه، في كلب بيهوهو على الفيسبوك، وللاسف حاطط صوره الكعبه، ولكن هو كلب بيهوهو وغير متربي وقذر، ومش هقول اسمه لانه لا يستحق الا ضرب الجزمه، عذرا على هذه الالفاظ. حد بعت لي بيقول لي انا ببعت لك التسلسل بتاع التصويت بتاع موضوع شيكابالا. شيكابالا كان مكتسح بتصويت الزملكاويه، كان مكتسح بتصويت الزملكاويه، ولكن حصل تجاوز وشتم من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا، الامر اللي خلى جمهور الاهلي تدخل، وفي 24 ساعة قلبوا النتيجة بعد تحدي ما بين الاتنين. وبعت له بيقول لي اهو ادي شيكابالا هو متقدم، ادي اهو بعت لي بيقول لي بالدليل اهو، عشان تعرف ان هم يعني جمهور الزمالك اللي شتم الاهلاوية فراحوا داخلين صوتوا ضد شيكابالا بعد تجاوز بعض الزملكاوية. انا ضد المفهوم من الاتنين، ولكن هو بعد ادله اهو شيكابالا اهو مكتسح، ادي هي اول وحده شيكابالا هو كان اعلى من بلت. وبعد كده هنا شيكابالا 65% وبلت 23% اهو. وعندها بقى بدأ الـ بعض الصفحات تشتم الأهلوية والأسطورة سيكتسح والأسطورة كذا والأسطورة كذا، فتدخل جمهور الأهلي للرد عليهم، فانقلب الوضع ليصبح كالآتي أهو: 51 بلت، 44 شيكابالا، بعد ما كان شيكابالا 65 وبلت 23. قال لك واختاروا بنت لان هو كان الاعلى بعد شيكابالا، مش اختيار انهم عارفينه ولا يعرفوه ولا اي حاجه، هو الحدوته ان بعد ما شيكابالا وصل 65%
والأقرب لي بال23 حصل إن في صفحات شتمت الأهلاوية ونزلوا الاستفتاء وشيك عيوب بأفضل لاعب من 2010 ل 2020 والكلام ده كله الأسطورة ومش عارف إيه ردا على فوز وليد سليمان. بس فجمهور الأهلي راح متدخل وفي 24 ساعة صوتوا البلد خلوه 55 ونزل شيكابالا ل 44 واختتم التصويت بفوز بلد. يعني أنا بقول رسالتك ولكن في النهاية يعني الموضوع مضايقني. الموضوع مضايقني عشان بس نبقى بنتكلم بما يرضي الله. والله الموضوع مضايقني، أنتوا عارفين إن أنا أمين معاكم يعني. أنا بس عايز أقف قدام حاجة أختم بيها عشان نروح نصلي. حاجة مهمة عايز أختم بيها يا جماعة هي مضحكة. صفحة من الصفحات الزملكاوية اسمها إيه؟ كل الناس أفاضل ومحترمين بس شد انتباهي ده. صفحة إيطاليان زملكاوي. إيطاليان زملكاوي كتبوا بوست بيشتموا خالد الغندور بلفظ مش كويس قذر. اللي لفت نظري ان خالد الغندور ما قراش البوست، يعني هي الشتيمه في اخر سطر في البوست. خالد الغندور قرا المدح اللي في اول 5 سطور فراح مشير البوست على صفحته. يا كابتن خالد اخر سطر الناس شاتمينك ومسحين بك الارض، اقرا البوست للاخر. انا لا ارضى ليك هذا اللفظ اللي اتقال وانا ضد ده. يعني بص، بوست في حب خالد الغندور، خالد الغندور الراجل ده واقف في ظهر الزمالك وبيسانده بدون اي تمن، الراجل ده رمز من رموز الزمالك قادر يحمي الزمالك بمفرده، لكنه يظل حائط الصد الاول للدفاع عن الزمالك في السوشيال ميديا والاعلام بشكل عام. خالد الغندور في القلب، بنحبك يا خالد، يا خالد لغايه هنا تمام. بعد كده تعالي ولازم نقف وراك كلنا، وهنا قله الادب والشتيمه. وانتوا فهمتوا ادهو. الكابتن خالد الغندور راح عمل مشاركه للبوست ده، وحتى الصوره اللي منزلينها له صوره مسيئه يعني من احد المشاهد بتاعته السينمائيه. يعني نقف وراك وكذا وكلمه قله ادب يعني. دي اخر سطر، يعني عاملين سطر 2 3 4 5 6 سطور مدح، وفي السطر السادس لازم نقف وراك وكلمه قله ادب. طب هل ده ينفع؟ هل ده ينفع يا جماعه؟ هل ده ينفع ولا يرضي ربنا؟ ادي هو البوست. واللي لفت نظري ولا اللي لفت نظري شايف اللي لفت نظري ان خالد الغندور عامل مشاركه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. موضوع مضحك.